أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عرفنا وجوب لزوم الجماعة، وأنا من إحدى البلاد التي يحكم فيها بغير شرع الله، فما هي الجماعة في حقي التي يجب أن أنتسب إليها؟ الذين على مذهب الحق، الذين على مذهب الحق في العقيدة والعبادة، وسالمون من الشرك وسالمون من البدع، ويحرصون على ما على التمسك بالدليل، هؤلاء هم الجماعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.